الرساله اللي جات لنا بتقول انكم 2 مش 3. حقك علينا يا شيخ العرب، الرساله وصلت غلط. ها فين المشايخ؟ ايه مالك رايح فين؟ صح كده مولانا، دي طريقتنا، ناخدوا سلاحكم التو وما نمشي، ما في سلاح ما في بضاعه. تسمع الكلام متلخص. ماشي عنك انت عنك. امن على بضاعتك قبل ما تمشي. انت بتطلع ايه يا عم انت؟ بتطلع ايه؟ ايه الحرب عيب؟ بس يا بس ايه؟ الرجاله دي مش تمام، الرجاله دي فاكره لك الفاك عشان ابوس بوع ابيك اهو. الراجل بالتاني فوق اهو. كلامي خلصنا يا قصه، انتوا عايزين منا هنا على المنطقه. يا هرجع معانا لزرزور. زرزور؟ امال مين اللي بعت تاويله هنا في الهول؟ ها انا يا ابو الفكر. ابراهيم خد منه سلاح. ابراهيم زرزور صاحب الكلمه، لو قتلتوني من غير علمه مش هيسمعك، هيقبض روحك. انا عارفه مش زرزور الكبير اللي بعته، انا عارفه، بس نفسي اسمعها منك. ما تفرفرش وقولها لي في وجهي، قولها لي في وجهي. مين اللي بعتك؟ حلم شغلنا. حلم شغلنا. حلم شغلنا. Thank you.
ترد. ساعتها لازم اسيب الحتة دي وانساها. تغور الحتة؟ انت باقي على ايه فيها يعني؟ حاجات تخصني بقى. الولاية امي دي اعمل فيها ايه؟ اللي ملهاش مرارة دي. وسمير، سمير حمل ملوش غيري. تجيبي بطاقتك اكتب عليكي ونصبر لحد ما ندبر امورنا. مش هيسيبنا في حالنا لو رحنا فين. مش هيسيبنا في حالنا. انا عارف. ورحمة امي في تربتها. ما في جنس مخلوق خلقه ربنا يقدر يلمس شعره منك طول ما فيها نفس. انت في عناية يا بنت، في عناية اليوم الدين. الله جراح علي جراح لفتريك برحمة امي. خلاص مصدقك. يبقى تسمعي اذان الفجر من هنا طيران على الطرق. هتلاقيني واقف مستنيكي عند المدخل. لسه الكازيون اهو، اللي عايز يقول حاجه يقولها. صلاة الغائب. الله أكبر. ولا بلاش الفاتحة الغنام. هو مش نطق الشهادتين يبقى أخوكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا رب الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. صدق الله العظيم. عظمك ناشف. بس في حاجة أنا مش فاهمها. تعالوا. مش عارف. إيه. هتلاقي اللي مش فاهمه. يعني مثلا هم يعني ضربوه ولا رموه فوق الجبل ولا خنقوه. اصل انت لما تحسبها جايز يا سيد المعلمين. لما انا قلت كده برضه، قلت كده بالظبط زي ما انت قلت بالظبط. اتفضلوا انتوا، اتفضلوا اسبقوني على الليله الحلوه. تعالى يا جرحي، عايز اقول لك حاجه. انا يا دار ربيض خايف مني وانا حكلك. يا ريت كان ليا في الخشن. الله هو غنم قال حاجه. هيفضل عيل واحد بعد كده وما اسموش جرحي. تعك من ورا ظهري. تسمع عدوي كريت غنم عليه وبعته الاكل. وبعد كده أعلم عليك يا بس. في يوم وليلة اسم إبراهيم الأبيض لعلع، مش بس في الإباجية، لا في كل حتة. ومحدش بقى يحكي الحكاية زي ما حصل. أول ما تشاف هيما بعدها كان في طهور برص صغير من عيال عبده شخصية. الديب الكبير كان عاملها له ليلة. كل اللي عاملين 100 دكر في بعض.
نصر السني، مصطفى أوراني، حتى محمد فرعون، كلهم يمشوا في أي مصلحة إلا القتل. الحكومة تتقلب لحد ما هيجيبوك. لو كنت في سابع عرض هتتجاب، ولو غلبوا هيحجز أمك ومراتك. هي ما تسلم إيده قتل أربعة في حملة واحدة وراجع بالفلوس والبضاعة.